روح. طيب شو عم تنبش؟ مصيبة. خير؟ ضيعت هويتك؟ يا ريت. ضيعت خاتمي. يا زلمة هلا هيدي مصيبة؟ أي معلومة مصيبة. لما يكون عندك خطيبة مثل خطيبتي على الصغير فأكيد مصيبة. طيب إذا هيك خليني أفتش معك. ايه حياتي سوري على التأخير. يلا شوي بشوي لعندك بس خليني احط شي علي وضل جاي. اوكي يلا. سوري عن جد بعتذر. فيك شي مسيو ولو معو راسك؟ لحظة بس لأنه فكرتك. فكرت شو فكرت؟ انت واحد بلا اخلاق مش شايف؟ مش اشياء؟ دومازيل بكره عم بقلبك شو ايه؟ لحقني لهون كمان؟ يا عمي بس ليك يا حبيبي اوعى تكوني فكرين مثل بنات اخر هالزمن الفلتانيين. لا يا حبيبي انا بنت عائله وبيت ومربيه ما بقبل لحدا ليلطشني ولا يزنخ علي. سمع شو عم اقول لك؟ بس انا كنت انت شو؟ ولك انت ما عندك اخوه بنات؟ ما بتخاف عليهم؟ حدا يزنخ عليهم؟ ولك انت شو؟ انت كيف بتفكر؟ ولك روح شوي! هيدا الاوانات لك انا جاي اعطيك اياه. تفضلي هدي ولك اوف العمى. صرحت على التأخير. حياتي سرعة التأخير. صار أكثر من ساعة نطرتك جو. إيه؟ سجله. طب لو كنت عارفة شو صار معك كنت عذرتيني. أنا وجاي لعندك بالسيارة نزل مع الدولاب اضطريت لأروح أنفخه وقع التليفون بالأرض تك شقفتني. رجعت رحت على البيت جبت تليفون القديم لأحكيك منه. تضحك علي إيه؟ وين خاتم؟ حياتي روق شوي بس اشرح. شالح الخاتم؟ لا ضيعته. لا ضيعته كمان؟ طيب اجي بقى يا حبيبتي طولي بالك. تركني خلص بكره الصبح مديش. بكره الصبح مديش. بنزل بشتري غيره خلص ما بدي هلال. اصلا انت ما بتحبني. انا لو بتحبني اصلا ما بتفكر ولا مره تشيله من ايدك او حتى تضيعه. يا حبيبتي شو هالصغلة على هيدا؟ كمان طلع هلا على صغير؟ لك لا ما قصدي والله ما قصدي. اوكي انا بقول لك تعالى هون. مين عم تقول اهبل؟ مين على اهبل؟ حدا على اهبل؟ انا ما قلت اهبل. حتى اذا بدك اسالها يعني. كاني سمعتك قلت له يا اهبل؟ انا اهبل؟ هلا ارتحت. ايوه
شفت تبع الاعلانات بتاعت الشريك الحال هذا كارتي شو ما عزبي الا ساعة ما تركض نحن ما قلت لها من ساعتين اني واصل اخر نسوان اخر اه حرام شو شكل بوكس ضربتك ايه اثر على دماغك يا محلى البوكس قدام نطرتك للنسوان لما يظبطوا حالهم لكن خليك ناطر بتعرف ايه لو كنت عندي ايوه حياة عينك لك خلي لك اياها مقهبه قبل نص ساعة كمان. غبي. قلت لك اياها متقهبه نص ساعة. صف عسكري على اساس. شو حقيقتي؟ سارة عم تحكي مع حالك؟ هي. حقيقتي؟ شفت لك حدا خاطي وبعده طبيعي. تفضل. ثانك يو. شوفي لا مشي بس التليفون فوق بيت بطلع بجيبه شو هذا مفتاح السياره تفضل اطلعي وانا بطلع مش مستعد انطر ابدا بعد ساعه